أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الجمع بين قول الله جل وعلا لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وبين قوله سبحانه حتى يضع الجبار عليها قدمه؟ لأن المتبادر إلى الذهن أن الامتلاء يكون من الجنة والناس. أي نعم، لا تنافي بين ذلك، فإن الله جل وعلا يضع فيها قدمه، وفي رواية الرجلة، فينزوي بعضها إلى بعض، ما يبقى فيها مكان، ما يبقى فيها مكان. نعم.